طبعا الكلام ده كله كانوا بيتكلموا فيه، سمعت انهارت وقعت على الارض. فضلت تفكر في الكلام، كانت مخنوقه مش عارفه تعمل ايه، بتفتكر كل اللي حصل. وجواد هو بيقول انه ما قتلش باباها وحاول ينقذه، وورد اللي قالت ان الصور مع عليا وممكن هي اللي تكون ورتها لبابا. طبعا عليا بتحاول تهدي لميا في نفس الوقت، فهي كانت منهارة. لكن مرة واحدة كانت عايزة تصرخ، لكن استجمعت قوتها وطلعت على طول على باسل في أوضته. وطبعا كانت قايلة قبل كده لعليا، لو ليكي دخل في موت بابا فخافي مني، فهي هتفجر مفاجأة دلوقتي وهتقولها لباسل. فهي بعد ما سمعت الكلام اللي بين عليا ولميا وانهم مبسوطين ان خلاص فيا هتبعد عن جواد وكمان عن باسل، اتحدت الكل وطلعت على طول على باسل، وهتكون مفاجأة قوية لانها هتقول ان هي موافقة انها تتجوزه. جواد وتامر قاعدين بيتكلموا، وتامر بيقول ان هو عايز يروح لرفيف علشان يكون جنبها في المقابر، وان هو معاها ومش هيسيبها ابدا. جواد قال له الحب فعلا لايق بيك جدا. وطبعا جواد كمان مش عارف يعمل ايه في مشكلة فيا. الستات بيعزوا ندى والبنات، وبعد كده بيمشوا، والمفروض ان هم كلهم هيروحوا علشان خاطر يعني يزوروا المقابر النهارده اليوم السابع للاب. لكن فيا بتقول ان هي عندها حاجه هتعملها، شغل ضروري. قالوا لها ازاي احنا رايحين المقابر دلوقتي وابوكي لسه ميت، شغل ايه اللي ضروري؟ قالت لهم انا هبعت لكم رساله، ومشيت على طول. اصلا تبص لها اللي كان على الباب كانت الدكتوره النفسيه بتاعت باسل، اخدتها وطلعت علشان خاطر توريها باسل، وقالت لها كمان ان باسل نفسيته متحسنه جدا بقاله كام يوم. لكن مفاجأة قوية لما مش بتلاقي باسل أصلا موجود، وبتنده على رحاب وبيلاقوه مش موجود أصلا في القصر. باسل اللي كان لابس بدلة الزفاف وكان موجود مع فيا، مفاجأة قوية جدا لأن فيا قالت له إن هي موافقة تتجوزه. كانت لابسة فستان فرح كمان بس كان بسيط جدا، وقال لها إنك أنتي لابسة فستان يعني بسيط مش هنعمل فرح كبير. قالت له ما يهمنيش أي حاجة، المهم إن إحنا نكون مع بعض. وطبعا محدش يعرف خالص. البنات وطلال وأمه موجودين في المقابر بيزوروا قبر الأب، وبعد كده بتبعت لهم في رسالة، والرسالة دي لكل البنات بتقول لهم إن هي بتتجوز دلوقتي، وقالت لهم على المكان اللي بتكتب الكتاب فيه. فطبعا راحوا على طول علشان خاطر يشوفوا إيه اللي بيحصل ده، وكلهم طبعا كانوا متفاجئين جدا يعني إزاي هتتجوز والأب لسه ميت من كام يوم بس. بعد كده تامر بيروح علشان يكون موجود مع رفيف، وورد بتهزاه وبتقول له مش معقول إنك مش معزوم يعني على الفرح بتاع عمك. الفرح ايه مش فاهم حاجه. بيتصل بعمه وبيقول له يا عمي ايه اللي بيحصل ده. ورد بتتكلم مع جواد، تاخد التليفون من تامر وبتقول ايه اللي بيحصل، مبروك عليك انت خلاص هتتجوز انت وفي، لسه تراب ابويا ما نشفش. طبعا جواد كان مستغرب بيقول جواز ايه مش فاهم حاجه، وتامر بيقول له عمي شكل كده فيا هتتجوز بس اكيد مش انت يعني. جواد طبعا زي المجنون رايح يشوف ايه بالظبط، عارف المكان اللي فيا موجوده فيه، والبنات كلهم موجودين هناك راحوا يعني علشان خاطر يشوفوا موضوع فيا اللي كانت بتتجوز من باسل. الكل كان مصدوم بعد ما عرفوا ان فيا بتتجوز من باسل. جواد راح كمان على المكان بتاع كتب الكتاب، قال لها انت ايه اللي بتعمليه ده يا فيا، انت ازاي تعملي حاجه زي دي، ازاي تتجوزي باسل؟ كان متنرفز جدا ومتعصب. باسل قال له اخرج من هنا مالكش دعوه. طبعا كانت يعني الخناقه قويه جدا، وتامر اخد عمه وخرجه على بره، وباسل كان مصدوم وطلال كان فرحان بالموضوع ده. وطبعا فيا بتخرج مع باسل علشان يروحوا، وتضل كان معاهم، وجواد كان عامل زي المجنون وبيتخانق مع باسل، وسابوه مشوا. بعد كده عليا مش عارفه فين اخوها، والدكتوره طبعا بتضطر انها تمشي، وباسل موجود في العربيه مع فيا وبتقول له ان هي هتكون معاه ومش هتسيبه وما يخافش ابدا من حاجه، وان هم رايحين دلوقتي على القصر. ولما وصلوا قالت له مستعد للخطوه دي، جاهز؟ قال لها انا جاهز من زمان. مفاجأة قوية جدا طبعا بعد ما دخلوا هما الاتنين ايديهم في ايد بعض على عليا. عليا قالت ايه اللي جابك هنا؟ طبعا اكيد توقعت انكم مع بعض، اتفضلي على بيتك ونتكلم بعدين، وانت يا باسل ما تعملش كده تاني وما تخرجش من ورايا. لكن كانت المفاجأة قوية لما فيا قالت لها ان ده بيتي، وان ده انا مش همشي من هنا، وان احنا اتجوزنا، وورتها كمان عقد الجواز. كانت صدمة قوية جدا طبعا. جواد كمان كان راكب العربية وبيفتكر اللي حصل وكان مصدوم. عليا اغمى عليها في الحال وجابوا لها الاسعاف، لكنها مره واحده طلعت تجري على طول من العربيه، وكانت يعني عندها حاله هستيريه، فضلت تصرخ وتقول مش ممكن ابدا تتجوز فيا. طبعا كانت متنرفزه على الاخر، فضلت تخبط على الباب وتقول افتحوا الباب انا مش هسمح ابدا للجوازه دي انها تتم. بتحاول رحاب انها تهديها، الراجل بتاع الاسعاف موجود، هي مش طايقه حد، كانت متنرفزه جدا بتقول افتحوا الباب انا هخلص عليكم كلكم. بس اللي كان خايف، وفي بتحاول تطمنه
عليا وقعت من طولها واخدوها على طول على المستشفى. عيلة فيي بيتكلموا في موضوع الجواز ده اللي جه فجأة، وطبعا كانوا مستغربين، لكن برضو ورد كانت فرحانة. بالنسبة أسرع علشان يشوف موضوع فيي وباسل، فيي بتحاول تطمن باسل إن أخته في نوبة عصبية وإنها هتكون كويسة وهتكون أحسن، وتحاول تطمنه وبتقول إن هي رايحة الملحق علشان تجيب بعض الحاجات بتاعتها. وهي خارجة شافت لميا، لميا كانت موجودة مع عليا أصلا، وعليا كانت نايمة وكانت واخدة مهدئ، ورحاب كمان كانت معاها، ولميا كانت خارجة وشافت باسل وفي. لميا قالت انتي اصلا بنت غريبة جدا، وايه اللي انتي عملتيه ده؟ وانت يا باسل انا يعني متأسفة جدا على حالتك دي، انت غلطت غلطة كبيرة. وجواد بيوصل على القصر وبيكون متنرفز جدا، وبتحاول امه ان هي توقفه، لكن بيروح وبيزعق لفي بيقولها اللي انتي عملتيه، وبيضرب طلال، وبيكون طبعا في حالة هستيرية. وباسل بيسمعه وبياخد المسدس وبيخرج على طول. فيه كانت بتقول لجواد انها اتجوزت ولازم يبعد عنها، طبعا هو اصلا ما كانش مصدق ان هي تعمل كده. باسل واخد المسدس ورايح على طول عند جواد. باسل اخد المسدس وخرج وقال لجواد امشي من هنا بدل ما اقتلك. قال له اقتل، اضرب، انا اصلا عايزك تضرب، انا مش عايز اعيش، اضربني. لكن في قالت له باسل سيب السلاح، انت لو قتلته هتروح السجن ومش هنشوف بعض، ما تعملش كده. جواد قال بتخدعيه زي الاطفال. رد وقال له لا طبعا مش بتخدعني، في مراتي وابعد عننا وعن حياتنا بقى. فهي بدأت إن هي تهدي باسل وتقول له لو حصل حاجة مش هتشوفني تاني. بعد كده لميا كانت موجودة ومالك بيحاولوا إن هما يهدوا جواد وأخدوه على بره. كان متعصب جدا وبيقول لأمه سيبيني، قالت له خلاص اللي عدى عدى، البنت خلاص اتجوزت، أنت فاهم. كان في السكة طبعا أوس اللي كان معاه البنت اللي هي كريستينا، وكانوا رايحين هما الاتنين علشان خاطر تواجه عليا بالتقرير اللي معاها. لكن لما شافوا الخناقة دي وصوت العالي وسمعوا علامية بتقول لجواد ابعد عنها هي خلاص اتجوزت من باسل، طبعا كانوا مستغربين هما الاتنين مين دي اللي اتجوزت، هل في جوزت باسل فعلا؟ صدمة قوية طبعا، أوس كان بيحب في، وكريستينا كانت عايزة تتجوز أصلا من باسل. اتصدموا الاتنين وراحوا على طول على جوا، وجواد أخد نفسه ومشي على طول بالعربية وهو متعصب. طبعا باسل كان متضايق بيقول لو جه تاني انا ممكن اقتله، قالت له مش هيجي، اطمن اهدى يلا بينا ندخل جوه. بعد كده بتيجي البنت كريستينا وبتقول عملتيها يا فاي، اتجوزتيه وانت مبروك. طبعا اول ما قعدت الطفل روحت على طول اتجوزت، لكن انا حسابي مش معاكي، انا حسابي مع العقربه اللي اسمها عليا، انا طالعه لها دلوقتي. وبتطلع كريستينا. بينما بعد كده بنشوف ان اوس بيقول لفاي ايه اللي انت عملتيه ده، اتجوزتي واحد معتوه، ده مريض نفسي، انت ازاي تعملي في نفسك كده؟ باسل قال له انت اللي معتوه، ابعد عني. اوس كان عايز يضرب باسل بالفعل، وباسل كان خايف جدا. وفي دفعت عن باسل وقالت له اخرج بره، اتكلم بعدين لما تهدى وتتكلم زي الناس. قال لها مش عايز اصلا اتكلم معاكي، سابها ومشي. كريستينا راحت لعليا اللي كانت نايمه بتحاول تصحيها وتقول لها قومي. راحت قالت لها ما انت شايفه حالتها، سيبيها في حالها. قالت لها والله يعني ما كانتش عايزه اصلا الجوازه، طيب كنت عايزه تعملي فخ؟ اجهضت طفلي، حصل ايه في الاخر؟ كانت شمتانة فيها. رحب قالت لها بعدي عنها وسيبيها. قالت لها أنا معايا التقرير اللي هيوديكوا 60 داهية، أنت وست علي بتاعتك. التقرير ده اللي بيدل إن أنا كنت حامل بالفعل، وإن أنتوا سقطوني بالأعشاب اللي أنت شربتيها لي. إذا كانت علي نايمة دلوقتي هرجع لها بعدين ومش هسيبها أبدا. وبتمشي وهي متعصبة ومتنرفزة جدا. وبتلاقي في وكمان باسل. ساعتها قال لها أنت قلتي إيه بالظبط؟ قلتي إيه لأختي؟ قالت له انا بتمنى لكم التعاسه، حالتك اصلا الصعبه دي مع الزفته دي. بس قال لها امشي انت كدابه، امشي احنا هنكون سعداء وهنكون مبسوطين كمان. كريستينا بتخرج من البيت وبتلاقي اوس قاعد على الارض بتقول له هو البنت دي كانت حبيبتك؟ قال ايوه كانت. ردت قالت طيب دلوقتي حالك احسن من حال الدكتور؟ قال حالي ايه وحال الدكتور ايه، احنا الاثنين وضعنا زفت. بعد كده قال انت عايزه ايه اصلا؟ قالت له انا غلطان اصلا عشان وقفت مع واحد زيك، يلا افضل نوح كده. وسابته ومشيت وقال لها انت اصلا ما تفهميش حاجه في الحب. كريستينا ركبت العربيه ومشيت. بس بيبكي في حضن فاي اللي بتفتكر كل اللي حصل بينها وبين دكتور جواد. بينما طلال كان في البيت، ورد طبعا كانت موجوده، وفي دخل علشان تاخد هدومها. بتقولها انت جايه علشان تاخدي هدومك؟ طبعا اكيد في بنت الملحق ماتت، دلوقتي بقيتي سيدة القصر، بقيتي دلوقتي في كرم. يا سلام اسم حلو جدا،
عملتيها؟ طبعا لازم تكوني طبقه راقيه. انت واخده الهدوم دي ليه اصلا؟ مش هتكون معاكي الهدوم دي، المفروض ان انت هتلبسي دلوقتي من تصاميم عاليه، فالهدوم دي مش هتكوني محتاجاها. فيلي طبعا ترمي عليها بالكلام، ما ردتش عليها. لكن رفيف قالت لها: اختي مش مصدقه ان انت عملتي، ازاي تتجوزي بس؟ قالت لها: بعدين صدقيني هتفهمي بعدين، مش انت بس، انت وكل اخواتك كمان. بستها وخرجت على طول وراحت لندى اللي كانت مش طايقه تشوفها. فهي قالت لندى ان هي عارفه انها غضبانه منها جدا، لكن بعدين هتفهم. قالت لها: افهم ايه؟ انا شايفه كل حاجه ومش عايزه اشوفك، اخرجي من هنا، اطلعي بره. طلعت فيا من البيت واخواتها مش راضيين عنها، وخاصه ندى. بينما بعد كده بس كان موجود مع عليا بيقول لها: ما تخافيش انا معاكي، اصلا كانت نايمه واخده مهدئات. فهي راحت على طول على باسل قالت له: فكرتك نايم. قال لها: انا موجود هنا بطمن على عليا، انا اتكلمت مع اخواتي شويه وجيت، ما تيجي معايا عشان نوضب حاجتنا. قال انه خايف جدا على عليا. قالت له: اكيد هتكون بخير وهتكون كويسه على فكره، يلا بينا. وبتاخده بالفعل وبتخرج بيه. البنت طبعا اللي كانت المفروض كريستينا دي قاعده في بيتها، وبعد كده بيخبط عليها اوس بيقول لها: بصي انا عندي صديق عزيز من الحي، لو رحت له دلوقتي واتكلم معاه كالعاده هيقول لي فيه اتجوزت واتجوزت مين، وافضل اشرح له. بصي من الاخر انا مش عايز اتكلم مع حد من اصحابي، تقبلي تدخليني ولا امشي؟ قالت له: اتفضل ادخل، انت اصلا شكلك يائس. فدخل طبعا وفضل يتكلم معاه عن حبه لفيه القديم وقد ايه معاناه اللي شافها. جواد كمان كان بيفكر في فيه، وبازر كان فرحان بفيه وبيوضب معاه الهدوم، حاول يقرب منها ويقولها انها جميله جدا، حاول ان هو يكون معاها. فيه رفضت وقالت له: انا بعتذر جدا مش هقدر. طبعا انتوا فاهمين. وبالفعل بترفض وبتقول وقت تاني يعني. قال لها: انا هستناكي، وانه بيحبها. بعد كده اوس فضل يسكر لحد ما فضل يتكلم كتير ونام. فالبنت غطته وقالت يعني حالته مؤسفة جدا يعني. جواد كانت حالته أصعب، فتح الشباك وفضل يصرخ. أما بالنسبة لفيه كانت نايمة جنب باسل، طبعا ما حصلش بينهم جواز، بتفكر في كلام بتاع جواد.